عمتم مساء ومرحبا بكم في سلسله الحوار الافريقي لعام 2021 وهي الفعاليه الرئيسيه لمكتب الامم المتحده للمستشار الخاص لافريقيا موضوع هذا العام هو الهويه الثقافيه واعاده تشكيل العقل الافريقي وهي مبنيه على موضوع هذا العام الفنون والثقافه والتراث بناء افريقيا التي نريد و تقدمها لكم اليونسكو وانا مودستا ماهيغا مبوجوني وانا من الدعاة للانتماء لافريقيا واصولي من تنزانيا وساقوم على إدارة هذه الجلسة وأعتقد أنها ستكون واعدة تماما وثرية بالحوارات المفيدة حول السينما في افريقيا والتاريخ في افريقيا وستساعدنا في تشكيل السياسات والخطابات المتعلقه بهذه المواضيع ارحب بالسيده سيتسي انغاريمبا وهي كاتبه سيناريو ومخرجه ومنتجه وروائيه من زيمبابوي وارحب كذلك بدايو اوغونيامي وهو رجل اعمال نيجيري ويستثمر في السينما والاعلام والتكنولوجيا يمكنكم كذلك الانضمام لهذه المحادثة على تويتر في حساب at يونوسا 1 وهاشتاج افريكا ديالوج سيريز وهاشتاغ ADSG 2021 وهاشتاج the Africa we want إن أردتم طبعا التواصل عبر تويتر أثناء الحديث يمكنكم أن تقوموا بذلك بكل حرية أنا بكل بساطة سأقرأ نبذة عن كل متحدث وأطلب إليكم أن تقدموا أنفسكم بإضافة المزيد من المعلومات وبعدها سنسترسل في الحوار إذا دون تأخير سأبدأ تسي وهي كاتبه سيناريو ومخرجه ومنتجه وروائيه وكاتبه مسرحيه من زيمبابوي وقد حصلت على درجه الماجستير في السينما من اكاديميه الاكاديميه الالمانيه للسينما والتلفزيون في برلين وانتجت عده افلام وثائقيه وافلام قصيره وكذلك شاركت في عدد كبير من الافلام المهمه في زيمبابوي منها فيلم نيريا وافري وانس تشايلد وكذلك شاركت في كتابة وإخراج هذه الأعمال الفيلم الموسيقي الذي حصل على جائزة كاري كاريز فاجو داي في عام 2005 أذيع في مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان ساندانس للأفلام وكذلك شاركت في منصة تنمية صناعة السينما في زيمبابوي وفي منظمة المهنيين السينمائيين وكذلك هي عضو في منصة السينمائيات الأفارقة وتعمل حاليا على عدة مشاريع منها المسلسل التلفزيوني أماز ريثميكس والذي حول بعض الروايات الإفريقية إلى أعمال سينمائية وكذلك تشارك في مشروع اسمه مانجل مع السينمائيات الأفارقة تسي كذلك أستاذة زائرة في معهد هارفرد دوبا و اي تي وجامعة نورث ويسترن وكذلك ألقت محاضرات في مؤسسة نيلسون مانديلا ومؤسسات أخرى في أفريقيا وكذلك شاركت في بعض الفعاليات والمهرجانات في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وروايتها الأولى نيرفيس Conditions رشحت لجائزة الكومنولث في عام 1989 واختيرت كإحدى أفضل الروايات الإفريقية في القرن العشرين وكذلك اختيرت لقائمة الكتب التابعة للبي بي سي وتلقت كذلك عدة جوائز في بلادها بما في ذلك في عام 2021 جائزة أسطورة الفنون نرحب بك تسيتسي وشكرا جزيلا على مساهماتك في الفنون والثقافه والتراث الافريقي وشكرا لانضمامك الينا اليوم اطرح عليكم اول سؤال بهذه المساهمات الكبيره والثريه والمتنوعه ماذا ترون في ماذا ترين في افريقيا مما يدفعك للاستثمار في هذا النوع من الاقتصاد المبتكر بكل اخلاص لا نسمع صوتك شكرا على هذه المقدمه الكريمه نعم ما اراه في افريقيا هو توق توق لمعنى افضل بشان من نحن ما هي قدراتنا وما هي امكانات تحقيق هذه القدرات واعتقد ان هذه الاشواق الثلاث مترابطه ونحن لن نتمكن من ان نطلق العنان لطاقاتنا ان لم نفهم بشكل افضل هويتنا ومكانتنا في العالم اليوم ومكانتنا في العالم اليوم انما يحددها كيف كان هذا العالم ومن اين اتينا ولذلك اثر في العمل الذي اقوم به هنا في ستالين بوش حيث انا من كبار الزملاء وانظر بصوره خاصه في هجره البانتو وهي عبارة عن تاريخ هذا الشعب الذي كان يتحدث هذه اللغات المترابطة التي نسميها مجموعة بانتو للغات والتي توسعت عبر هجرتهم في القارة من منطقة في شرق نيجيريا وصولا إلى شمال كاميرون وذلك قبل خمسة ألاف عام على ولادة المسيح تعلمون هذا تاريخ ثري جدا لاشخاص هاجروا التقوا اناس جدد تطوروا حيث محلوا وتركوا اجزاء من ثقافتهم في اسفل القاره في الجنوب في راس الهجره وبالتالي إذا ما وضعنا أنفسنا في هذه الصورة التاريخية الأوسع يمكننا أن نتخلى عن هذه الرؤى المقيدة التي تقول أننا تأسسنا فقط في العام 1980 وقد يقول لكم البعض إذا ما فكرتم أنكم تبلغون من عمر الوجود فقط 41 عاما فهذه مهلة صغيرة وبالتالي تتقلص الإمكانات ولكن علينا أن نفكر بما يؤثره ذلك على الحاضر وأن نفكر بطريقة بلورة مصيرنا بطريقة نجعلنا جميعا نزدهر في هذه القارة وأعتقد أن هذه هي أسس الوحدوية الأفريقية لأنه عندما ننظر إلى هذا التاريخ القديم نرى الروابط التي تجمعنا ببعضنا البعض ومن مصلحة أولئك الذين لا يريدون لأفريقيا الازدهار أن يقولون أننا مجرد قبائل صغيرة ولا نتلاقى مع جيراننا وأننا لم نختبر التجارة وغيرها وهذا بطبيعة الحال خاطئ وغير صحيح علينا أن نبحث عن الحقيقة وأن نعرض الحقيقة ونتبنى الحقيقة ونبني على أساسها شكرا لك جزيلا وضعنا في اجواء عملك والسياق الذي تنطلقين منه وما تسعين لتحقيقه واود انطلاقا من ذلك ان اطرح سؤالا اضافيا ولكن قبل ذلك دعيني اقدم دايو الذي سوف يشاركنا في هذا الحوار دايو سأتحدث عنك بصيغة الغائب إذا يا دايو دايو على مر مسيرته المهنية عمل كرائد أعمال مستثمر موسيقي صحفي عازف دي جي منتج ومحامي في إج. في شؤون الاستشارات وهو يقدم المشورة للشركات ويستشمل في شركات في أفريقيا شركات ريادة أعمال وشركات إبداعية بما في ذلك شركات جديدة في مجال التكنولوجيا والموضة والفعاليات والصناعة السينمائية والتوزيع السينمائي وقد أسس شركة 234 ميديا التي عملت على حافظة تضم ام سيرفي سينمارك بيبا وكذلك الجوائز السينمائية الأفريقية وقبل هذه الشركة أسس شركة Lexscape التي تنظر في الذكاء الاصطناعي لتغيير الاستهلاك وممارسة القانون كذلك أسس مصرف استثماري في غرب أفريقيا. واهتم بأثار التكنولوجيا على الإعلام ومجتمعاتنا ونمو الاقتصاد وذلك يعود للعام 1991 عندما أسس نايجانات أول بوابة إلكترونية للنيجيرينيين وذلك عندما كان في جامعة ام اي تي أود أن أسألك يا دايو وعلى ضوء ما قالته تسيتسي عن التاريخ ما الأهمية التي تعلقها على ذلك؟ وقد خبرت ذلك في أعمالك عندما بحثت عنك على يوتيوب بصراحة، ولقد. استمتعت بشكل خاص عندما أشرت إلى ثنائية الأفريقيتين القائمة وأود أن أسألك ما مدى أهمية أن نفهم نحن الإرث الغني الذي نحمله من الماضي وكيف يمكننا أن نبني عليه لخلق أفريقيا التي نريد من خلال القطاع السينمائي شكرا مودستا ودائما ما يكون من الصعب أن أتحدث بعد تسيتسي تسي هي بارعة الذكاء وأثرت على ناس كثيرين عبر كتبها وأفلامها ولكن ما قالت حول التاريخ والتاريخ الإفريقي ووضعه في سياق هذا أمر في منتهى الأهمية عندما تنظرون إلى خمسة آلاف عام من التاريخ ترون الأمور بشكل مختلف تماما واليوم في العصر الحاضر من المثير للاهتمام ان التكنولوجيات الجديده وتكنولوجيا المحمول التي تستخدم في افريقيا ادت الى اختلافات كبيره في فئه الشباب عما كان الامر عليه منذ 20 عاما هناك حوار اكبر واوسع بين الدول وعبر الحدود وكذلك عبر الاجيال ولكن يجب ان نطرح بعض الاسئله حول من هو الذي يملك منصات التواصل وما هو عمق الحوارات التي نجريها عليها اذا بمعنى ما هناك التكنولوجيا التي تتمتع بالديمقراطيه وهناك زياده في الحوار ولكن الامر لا يعني بالضروره ان هناك عمق في هذا الحوار وهذا امر في منتهى الضروره او منتهى الاهميه. عثمان سمبان انتقل من الروايه في المقام الاول الى السينما واعتقد ان تسيتي كذلك يمكننا يمكنها ان تحكي لنا حكايتها حول الاسباب التي دعتها للانتقال من الكتابه الى صناعه الافلام ولكن من ناحيه التكنولوجيا يبدو واضحا تماما ان الصوره المرئيه لها أثر كبير وتعتبر وسيلة في منتهى القوة لنقل الأفكار وتبادل الأفكار وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة في التاريخ في التاريخ الإفريقي نرى فيها منصات عديدة وتمازج فيما بين هذه المنصات والمنابر والفنانون والمثقفون يستخدمون هذه المنصات مما يمكننا على الحصول من الحصول على أفكار كثيرة ولكن من ناحية الإعلام ما هو كيف نرشح هذه الأفكار وكيف ننتقي منها ما هي الأولويات هل هي أولويات الغرب المفروضة علينا هل هي الأولويات والخطابات الغربية التي تكتاح إفريقيا هل سنتمكن من بناء حوارات وخطابات إفريقية خالصة حتى نعبر عن هذه الأفكار المهمة التي لدينا كفنانين أفارقة وأن تنتقل خاصة بالنسبة خاصة فيما بين الشباب شكرا جزيلا دايو في الواقع الوسائط الوسيط الذي يمكن أن يحيي أو يبعث الحياة في التاريخ وأن يتحدث عن حقيقة التاريخ وأن يصل فيما بين الأجيال هذا هو بالفعل ما نفتقده هذا الوسيط طبعا هناك تأثير عالمي يبعدنا أكثر وأكثر عن تاريخنا والفنون والابتكار عليه دور أساسي في ربطنا كشعوب بتاريخنا أرحب الآن بماري كليمنت أعتقد أن الميكروفون مغلق عندك ماري ما زال مغلقا هل تسمعونني الان نعم نسمعك اهلا بك اعتذر على هذا الخلل الفني اضطررت للاستعانه بحاسوب ابني للمشاركه في هذه الفعاليه انا حاليا في فرنسا ما يجعل صوتي غريبا جدا لانني اتحدث عن افريقيا وافكر بافريقيا في كل يوم وتشغلني مساله نقل تاريخنا للاجيال الفاتيه كيف ننقل لهم تاريخنا المشترك وهي مساله حقيقيه ومهمه لاننا اليوم مع وسائل الاعلام نصنع ضجيجا كبيرا بعض اصقاع هذا العالم صوتها اعلى من صوتنا الى ذلك ان الوصول الى المنصات ووسائط الاعلام هذه هي من الشواغل بالنسبه لي اليوم كمخرجه سينمائيه كمنتجه انا لا املك ملكه الكتابه وهي ملكه مهمه جدا ولكن السؤال الحقيقي هو كيف نتواصل مع هذه الاجيال الفتيه وكيف نقدم لهم هذا التاريخ الذي كان ينقل بصوره اساسيه بالمعارف الشفويه بالثقافه الشفويه وكيف ننقل لهم ثقافتنا الخاصه وهي ثقافه شفهيه غالبا ما تتراجع في وجه الحضاره المكتوبه في الفرنسيه مقوله مفادها من لم يكتب كانه لم يكن موجودا وبالنسبه لثقافاتنا اعتقد انها مشكله حقيقيه لانه يتعين بالفعل علينا ان نقدم لهم هذه المعرفه لذا ان صناعه الافلام ممتازه للغايه لانها تسمح لنا بتقديم هذه المعرفه الشفهيه للجيل المستقبلي باداه اخرى لا تسيطر عليها الى حد كبير التجربه المكتوبه او المعرفه المكتوبه لا أعرف إن كانت رسالتي واضحة لأنني أتحدث بالفرنسية وأنتم سبق وبدأتم النقاش ولكن هذا ما عندي ما قلته واضح للغاية ورأيت تسيتسي تدون ملاحظات بهذا الشأن هل تريدين يا تسيتسي التعقيب على ما قالته ماري؟ المايك المايكروفون الخاص بك لا يعمل هل شغلته رجاءً؟ نعم، أوافق ماري كليمنس الرأي تماما، فأعتقد أن مناهجنا التعليميه لم تعد للسماح لافريقيا بتطوير ابناء افريقيا ليكونوا قد حققوا طاقاتهم في القرن الحادي والعشرين وما بعده اعرف انه في بعض اجزاء العالم مثلا حيث انا موجوده في الجزء الجنوبي لافريقيا الايديولوجيه تمحورت حول نوع من الثقافه يرمي لجعل السكان المحليين يقطعون الحطب أو يجرون المياه أي بشكل يخدم المشروع الاستعماري لا أعرف إذا ما كنا بعد قد بدأنا بالعمل على خلق نوعية الناس التي نحتاج إليها لتزدهر القارة ولتزدهر العلاقات بين الأمم والشعوب وبالتالي أعتقد أنه للأفلام دور تطلع به ولكن هذا دور تطلع به في سياق أوسع حيثما توجد الرغبة بخلق نوع مختلف من الفرد الأفريقي لقد سهرنا الاستعمار بطريقة أو بأخرى ولا أعتقد أننا فكرنا بما هي نوعية الأشخاص التي نريد أن نراها في دول كزيمبابوي و لا نفكر بعد بأهمية التعليم الذي يبدو أنه يتراجع وبالتالي علينا أن نسأل مثلا لماذا تحصل هذه العمليات والتركيز على أن الأفلام هي جزء من الأمم النامية وأنها تشرك أشخاص من مشارب وخلفيات مختلفة أمر جيد ولكن نحتاج لأمور أخرى في الوقت عينه أرى إيماءات بالموافقة من دايو وماري وأود أن أتوقف قليلا عندما قالت تسيتسي بالنظر إلى أن الموضوع هو الهوية الثقافية والملكية وإعادة تشكيل الأذهان أنت قدمت لنا حقيقة تعتبر عنصرا من العناصر الهامة ولكن ماذا عن باقي العناصر التعليم كيف يمكننا ان نقارب التعليم لبناء هذا هذه الشخصية الكاملة الشاملة الصحية في افريقيا سيتسي كانت تقول ان هناك تحديات في افريقيا وهي تحتاج لشخصية من نوع خاص وانا أحببت هذه الفكرة ما هي ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف المختلفة حتى يمكن أن نبني هذه الشخصية وأن نبنيها عبر القطاعات المختلفة وبشكل شامل ومتكامل سيت سي نحتاج ل كتب كتب تاريخ جديدة في المدارس هذه هي البداية اليوم يحصل الناس على المعلومات عبر التعليم وهذا يؤهلهم الى تلقي نوع معين من الخطاب. عندما صنعت الفيلم القصير كاري كاري سفاكو، وهذا الفيلم مبني على حكايه شعبيه من زيمبابوي، في العرض الاول كان في نهايه الاسبوع، وفي وبعد نهايه الاسبوع بيومين، يوم الاثنين، تلقيت مكالمة من شاب كان مصدوما وقال لي: يمكننا أن نحيي القصص القديمة عبر تحويلها إلى أفلام وهذه هي فكرة ممتازة يمكن بالفعل أن نكتب التاريخ مرة أخرى وأن لا نقع في فخ الحداثة وننتقل مباشرة بالتاريخ الحقيقي من القرن التاسع عشر إلى اليوم ننظر الآن إلى أطفالنا وهم يذهبون إلى أوروبا ويعيشون على المنتجات الأوروبية إذا هناك درجة تأثر كبيرة وتؤثر كذلك على الخطاب الناس يتوقعون الخطاب الأوروبي ويستخدمون حتى تركيبة الخطاب الأوروبي ولم ليس هناك خطاب محلي لأننا لم ندرب ولم نتعلم منذ نعومة أطفالنا على استخدام مصطلحاتنا وشخصياتنا اذا هي مهمه صعبه ولكن اعتقد انها ليست مستحيله ان قررنا جميعا ان نهتم بهذه المسارات المختلفه للعمل عليها وبجديه لا يمكن ابدا ان نقول ان صناع الافلام هم الذين سيقومون بذلك ولكن صناع الافلام مع صناع السياسات مع الاطراف الاخرى على كل المستويات هناك محاولات في الاتحاد الافريقي للتواصل مع صناعه السينما ولكن يجب ان يكون هذا التواصل مستمرا لنرى ما هي التركيبات التي يجب ان نضعها ما هي الهياكل البنيه الاساسيه التي نحتاجها ولكن الامر يبدا بتغيير كتاب واحد من كتب من الكتب المدرسيه اعتقد ان الامر ليس صعبا ولكن يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية في ذلك، عندما تكون هناك كتب مدرسية صحيحة سينفتح الكل على هذا الخطاب الإفريقي الخالص ويمكننا أن نبدأ في التواصل بعدها. الآن شكراً جزيلاً ويعجبني جداً كيف بدأتِ من مقاربة عملية إعاده كتابة التاريخ فمتى اتفقنا على كتاب تاريخ موحد يروي التاريخ الحقيقي وصحيح لأفريقيا يمكننا أن نجري حوارات ومحادثات إضافية دايو رأيتك تومئ برأسك موافقا وأود أن أطرح السؤال نفسه عليك برأيك من هم أصحاب الشأن الذي يجب أن يعملوا وما هي أدوارهم من أجل بناء هذه السردية الجديدة هذه السردية الصحيحة لأفريقيا لكي نمد الجسور بين ماضينا حاضرنا والمستقبل الذي نصبو اليه؟ سوف اجيب اجابه فيها من الصعوبه الكثير ولكن اعتقد ان الجميع معني، المعلمون لهم دور، صناع السياسات لهم دور والمواطنون يجب ايضا ان يشاركوا. يجب ان نعيد النظر في ما هو معنى ان تكون مواطن في السياق الافريقي. لقد تحدثت تيتي عن هذه المجتمعات الافريقيه التي تعود الى قبل خمسه الاف عام وتمتد حتى اليوم الحالي واشارت الى كيف تحققت من خلال الترحال والهجره وكيف تطور هذا الامر على مدى الاف السنوات وبالتالي وعندما ننظر إلى الحدود الاستعمارية التي تحدد الدول الأربعة والخمسين أو الخمسة والخمسين في القارة الأفريقية اليوم كيف يمكن للطفل في أي دولة من هذه الدول أن يشعر بذاتيته وشخصيته؟ وأعتقد في هذا الشأن أن تيتي محقة للغاية فعلى الصعيد العملي يجب أن ننظر في التعليم والتربية ويجب إشراك صناع السياسات غير أن هذه العملية يجب أن تجري على أكثر من جبهة. ومن الصعب أن نقول أن أمرا يفوق أمورا أخرى من حيث الأهمية. فالسياسات التي يضعها القادة على المستوى الوطني والقرارات التي يتخذونها بالغة الأهمية، ولكن في الوقت عينه القرارات التي تتخذ على مستوى الأسر بالغة الأهمية بدورها. وأنا دوما ما أفكر بما كتبته تيتسي في كتبها وما عرضته في أعمالها بطرق ممتازة. مثلا تناولت الأثر الذي يلحق بالأطفال لناحية الوصول إلى التعليم ونوع التعليم وطريقة نموهم على مدى حياتهم على أساس ما يحصلون عليه من سرديات. لذا بالنسبة لي ليس هناك من إجابات سهلة. جميعنا يجب أن يشارك. لابد أن تبدأ العملية من أصغر المستويات إلى أعلاها. وبرأيي العنصر الأساس في نقطة الانطلاق والدخول تتمثل بالرؤية المناسبة، وكذلك الفهم المناسب لتحديد ما هي الوجهة النهائية. ولابد لهذه الرؤية أن تسترشد بما هي نقطة الانطلاق الحقيقية، وعليه هذه مهمة جبارة من أجل أن نحقق هذا، ولكن الأدوات موجودة، أكرر الأدوات موجودة، والسؤال هو كيف نقوم بذلك وفق قواعدنا كساردين للقصص ك صناع أفلام كمنتجين علينا أن نفهم أننا مجرد جزء من الصورة وبالتالي علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي يمكننا القيام به على أساس شعبية هذه الأدوات وقدر وسهولة الوصول إليها وسهولة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وبالتالي كيف يمكننا من هذا المنطلق أن نتخطى أنفسنا وثقلنا ماري you're muted. ماري من المثير للاهتمام للغاية ما استمعت إليه لأنني نشأت في الاستعمار الفرنسي منذ البداية وما تقولونه في منتهى الأهمية كل مرة أتحدث مع زملائي من أنغولا وموزامبيك حيث كان الاستعمار برتغاليا أرى أن العلاقة التي فيما بيننا وبين ثقافاتنا المحلية تترك أثرا وكأننا نجلس في المقعد الخلفي التاريخ العظيم هو من أوروبا هذا هو ما ينبغي أن نعرفه أما التاريخ المحلي فالأمور معقدة وحتى بالنسبة لإفريقيا في فرنسا اعترفوا فقط مؤخرا بأن إفريقيا لم تدخل التاريخ كان لديهم رئيس قال هذا إفريقيا لم تدخل من باب التاريخ وهو أمر لا يمكن أبدا أن نظل إزاءه دون رد فعل. إذا مسألة التاريخ وأي تاريخ يجب أن ندرسه في مدارسنا هي مسألة في منتهى الأهمية، ولكن حتى قبل ذلك أشعر أن التعليم والثقافة يجب أن يحظيا بنفس مستوى الأهمية كاللقاحات والغذاء على سبيل المثال نحن بشر بسبب او بفضل الثقافه والتعليم والا لا نصبح بشرا بل حيوانات ان لم نهتم الا بالغذاء والعلاج يصبح امرنا امر الحيوانات التي لا تفعل سوى ان تتزاوج وتزيد في العدد ولا تنمو الا كما. للاسف ليس هناك اهتمام كاف بما يتم تدريسه في المدارس وهذا امر ذو اهميه مركزيه. التعليم والثقافه حتى بعد المدارس الاطفال بعد ان ينتهوا من يومهم الدراسي يضيعون الوقت على التلفزيون واستخدام الالعاب والهواتف المحموله ويتعرضون لكل هذه الوسائط وكل هذه الصور طبعا للطريقه التي صيغ بها التاريخ اليوم مع الاسف مع الاسف التاريخ الان لا يتعلق بالحقيقه ولكنه يتعلق بالخيال في كل السياسات التي تتناول موضوع الثقافة والتعليم يجب أن تكون هذه المواضيع هي في القلب من العمل لا أن تأخذ أو تحل في المقام الثاني الآن يهتمون بالجائحة والأوبئة والأمراض ولكنهم لا يعطون بالا للإنتاج السينمائي وما إلى ذلك شكرا جزيلا ماري على هذه الملاحظات عندما قلت أن التعليم والثقافة يجب أن تكون على نفس مستوى الأهمية للقاحات والغذاء، هذا أمر في منتهى الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم. مسألة صياغة الخطاب وصياغة الذهن والحقيقة، هذا أمر في منتهى الأهمية. الآن من يجب أن يتملك هذه العملية؟ من يجب أن يكون المالك لهذه الإجراءات وهذه العملية؟ من هي الأطراف التي يجب أن تشترك فيها؟ ومن هو صاحبها؟ اعتقد ان صناع الافلام والسينمائيين والسينمائيون هم دائما من يبدا هذه العمليه. انا افكر بالصحيلي ولكني اتحدث بالانجليزيه، يعني هناك امور كثيره ينبغي يعني ان نغيرها. لكن في نهايه المطاف من سيتملك هذه العمليه كما قلتم؟ عندما تحدثتم عن النسيج الأسري والقيم الأسرية والأطراف الأخرى التي تعمل في مجال الأعمال والقادة الدينيون وهناك أطراف كثيرة يمكن أن تشارك في العملية ولكن من سيتملكها هل لي أن أرد على هذا السؤال مودستا شكرا العاملون في المجال هم من يجب أن يأخذ بزمام الأمور وهذه الملكية لا تتحقق إلا لأشخاص يأتون من خلفية تسمح لهم بالتحلي بها لكي يقدموا السرديات الصحيحة بطريقة متبصرة لأن هناك الكثير من العاملين في المجال يقدمون سرديات لا تخدم الشعب ومع التأكيد على أهمية أن تكون الملكيه للعاملين في المجال لاهل الاختصاص الا انه لا يمكن للملكيه ان تكون بلا قوه فالملكيه هي الحق بانتاج شيء بوجود موارد وبالتالي في عمليه الانتاج يجب ان تكون هناك مزيد من الموارد وبالتالي يجب ان نمكن المخرجين السينمائيين من الحصول عليها لزياده الملكيه وهنا ياتي السؤال بشان الافريقيين ميسوري الحال هل يستثمرون في الافلام هل يستثمرون في الأفلام في قارتنا؟ رأينا أن نتفليكس فتحت فرعا لها في نيجيريا ثم في جنوب أفريقيا وفيما بعد نتفليكس أفريقيا وهذا أمر ممتاز لأنها سوق حرة وفيها انتاجات ولكن السؤال هو أين هي الأصوات ذات الملكية التي نتحدث عنها الآن؟ وإن لم يكن هناك سياسات وإن لم يكن هناك فكر متبصر يجعل الناس يدركون اننا نملك عقولنا ونملك قصصنا وأن هذه الملكية إنما هي الخطوة الأولى لأي ملكية أخرى بما في ذلك حيازة مدن مزدهرة مسته... ودول مزدهرة ومواطنين سعداء إذا بغياب هذه الملكية لن نحقق شيء لأن الأشخاص الذين لهم السلطة والموارد حاليا يعطون الملكية لأشخاص قد لا يقدمون نفس نوع السرديات التي نتحدث عنه الآن وأعتقد أن دايو قام ببحث ممتاز بهذا الشان مع الحكومة الألمانية معهد جوتي. وأعرف أن الكثير من المخرجين السينمائيين بما في ذلك أنا طرقوا أبواب الأثرياء الأفارقة ولكن كانوا محظوظين إذا فقط نالوا مجرد رد بسيط يذكرني ما قلت بتعليقات ماري بشان الاولويات او بالاحرى الاولويات التي نتصورها لما برايك لا يكون الناس متحمسين للاستثمار في الافلام اي لما لا يبدون حماسا للاستثمار في بل ورد ما سوف نبنيه كقاره سواء من منطلق تاريخي ام ثقافي لما برأيكم لا نولي هذا الموضوع نفس الأهمية التي توليها إياه أوروبا في مجال الاقتصاد الابتكاري وصناعة الأفلام تحديدا تفضلي تفضلي يا ماري ولكن شغلي الميكروفون قبل ذلك سؤال شيق للغايه لانك انت من نيجيريا وانا من مدغشقر واعتقد اننا على طرفي نقيض في هذا الشان في نيجيريا اعتقد انه ثمه حركه ما السينما النيجيريه موجوده سواء احببناها ام لم نحبها وهناك انتاجات وهذه الانتاجات تنطلق من نيجيريا اما في حاله مدغشقر ما هو شيق وربما هو في السنغال الوضع نفسه نرى شركات فرنسية أو ربما غير فرنسية ولكن عالمية هذه الشركات لها عدد من السينمات في هذه الدول ومئة في المئة مما يعرض في دور السينما هذه ينتج في هوليوود وبالتالي ما يراه أطفالنا هو إنتاج هوليوود وهذه هي السينما وبالتالي يعتبرون أن السينما التي ننتجها نحن تليق بمعهد غوتي أو بالمعهد الفرنسي أي أنها غريبة وليست سينما حقيقية وبالتالي علينا أن ننظر في هذه السردية من البداية ففي حال كانت هناك حالة احتكار في سرديات الأفلام التي تعرض في أفريقيا ما خلا ربما نيجيريا، أعتقد لأن ذلك في خططهم وهذه نقطه مهمه بالنسبه لهم لانها تنم عن رؤيتهم للعالم وطريقه نظرهم للاولويات ومن اليسير ان نعكس ذلك من خلال الافلام لان حتى اولئك الذين لا يمكنهم القراءه يمكنهم ان يفهموا وبالتالي من الاولويه مثلا لهذه الشركات الفرنسيه ان تستثمر في سوق الاعلام وان تحتكرها في مدغشقر او غرب افريقيا وبالتالي تصبح النخبه لدينا على اقتناع بان هذه هي طريقه القيام بالاعمال السينمائيه وان السينما التي ننتجها نحن لا تستحق اي انتباه وانها سيئه وبالتالي ان العلاقه مع ثقافه صناعه الافلام هي علاقه سيئه منذ البدايه على ضوء هذا الاحتكار السائد وقلما نرى افلام افريقيه في مدى غشقر بالفعل قلما نشاهد مثل هذه الافلام زد الى ذلك ان المساله لا تتعلق فقط بالتصنيف والانتاج بل ايضا بالتوزيع والصوره التي نعممها في دولنا وهي مساله بالغه الاهميه شكرا ماري دايو هل توافق هل هي مساله مدركات وتصورات وان كان الامر كذلك ما الذي يمكننا القيام به <applause> اعتقد ان الامر المهم الذي قالته ماري هي ان الادراك يتاثر ببعض الحقائق الواقعيه التي تتاثر بدورها باقتصاد الاعلام وهذا امر في منتهى الدقه، هذا صحيح الادب الافريقي كما تعلمون انما يطور ويصاغ وينتشر بمعرفه الناشرين البريطانيين والاوروبيين، التوزيع نفس الشيء هذا في منتقل. هذا الحوار في منتهى الاهميه حول الفنون والثقافه ربما بما أننا كلنا سينمائيون في هذه الحلقة النقاشية كلنا لنا تجربة مع الإعلام ومع قطاع الأعمال المرتبط بها وكثيرا ما نرى هذه الأمور كما قالت سيتي أهمية الفنون والثقافة كلنا نوافق على ذلك ولكن من الناحية العملية هناك سياسه تدخل في مجال الاعلام وكيف يمول الاعلام وكيف ينشا وكيف يوزع وما الى ذلك وما قالت ماري هي نقطه سديده في هذا المجال في نيجيريا هناك تمويل ذاتي من نيجيريا تمول وتنتج وتوزع باسم نيجيريا ولكن في افريقيا المساله مختلفه عن ذلك افريقيا هناك الكتله الحرجه التي تتغذى على السينما ربما نيجيريا دوله بها شعب كبير وتحتاج لهذا الانتاج الضخم ولكن الدول الاقل كثافه في عدد السكان ربما تواجه تحديات اكبر كذلك بالنسبه للتمويل هناك تحديات والامر يتعلق بقوة السردية والرواية في حد ذاتها. إذا ما يقال عن نيجيريا هو أن نيجيريا تحكي قصتها ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. وهذا يتعلق بما قالت ماري وقالت سيتسي في بداية هذا الحوار من أنه حتى نخلق واقعا جديدا يجب أن نبدأ بالأفكار، ما هي الحقيقة التي نود أن نقدمها للناس؟ وعند عندما نأتي بالأفكار نرى كيف يمكن كصناع أفلام أن نحولها إلى روايات مرئية تعكس هذه الحقائق. كان هناك حوار مؤخرا أو حديث مع عدد من الكتاب وأعلم أننا الروايات تختلف عن الأفلام ولكن ما أثار اهتمامي هو عدد الكتاب الكبار الحاصلين الحاصلين على جوائز وقالوا لي ان التوتر ربما يساعدهم او الحاله النفسيه هي التي تساعدهم على الخلق والابتكار والكتابه القصه انت تملكها طالما ظلت في ذهنك ولكن طالما خرجت إلى العالم وإلى المتلقي فهي مستقلة عنك ولها مسار خاص بها في ظروف في منتهى الصعوبة وتحديات كبيرة الأفارقة مستمرون في الكتابة ومستمرون في الابتكار وكتابة الروايات بغض النظر عن التحديات والعوائق والمشاكل هذا هذه درجة من الإصرار تستحق جائزة في حد ذاتها والامر في نهايه المطاف سيترك اثرا لا محاله ولكن فقط علينا ان نحمس ونشجع المؤسسات والافراد الذين يمتلكون الموارد يجب ان يتفهموا كيف يمكن ان تستخدم هذه الموارد لصالح الافكار لصالح الارتقاء بالمجتمعات والارتقاء بافريقيا ان تمكنا من شرح هذا الامر لهم سنرى نجاحا كبيرا وهناك امثله كثيره على ذلك تشينوا أتشيبي وثينكس فول ا والذي باع ملايين النسخ واثر في عدد كبير من الناس حول العالم وكذلك سامبيني بلاك جيرل اكراس ذا بورد "Nervous Conditions" كل هذه الكتب والروايات انت فهمنا كيف يمكن وكيف تتمكن هذه الكتب والروايات من تغيير التاريخ ربما نتمكن من اجتذاب عدد اكبر من المناصرين لقضيتنا ان فعلنا ذلك يمكننا بالفعل ان نكون على المسار الصحيح لانشاء لخلق افريقيا جديده للمستقبل I'm going to bring this question to you so maybe you can you can make it a double barrel um thank you so much for that هناك فكرة أنا أوانها وكيف لهذه الفكرة أن تغير تغييرا حقيقيا ومن سيتلقاها وكيف سيتم تلقيها وكيف ستنتشر هذا أمر في منتهى سمعتكم كذلك تتحدثون وهذا أمر مهم بالنسبة لي إن استمررنا في هذا الجهد سنخلق كتلة حرجة مرحبة بهذه السردية بهذا الخطاب وهذا سيغير طريقة تفكيرنا وسيغير من شخصيتنا، إذاً لدي سؤال لتسيتي أولاً وبعدها بعدها لماري ودايو. المواضيع الفرعية لموضوع هذا العام هي السلام المستدام لصالح التنمية وكيفية صناعة التاريخ وكذلك حشد الثقافه والتراث لصالح التحول الاقتصادي وراس المال البشري والتراث هذه هي المواضيع الفرعيه لعملنا هذا العام نحن نتحدث عن افريقيا المبتكره وكيفيه خلق سلسله من القيم الافكار والثقافه التي تساهم في الاقتصاد هل يمكن للمجتمعات او الاقتصاد والقوي الاقتصاديه هل يمكن ان تري الفائده التي نتحدث عنها في الافكار والثقافه حتي يمهد ذلك لادراك جديد وزياده في الاستثمارات نعم مودستا أعتقد حتما أنه علينا أن نمضي في هذا الدرب الذي سوف يمكننا من إدراك إمكانات الاقتصاد الابتكاري وفوائده الاجتماعية إليك المثال التالي الرياضة في زيمبابوي وحتى تاريخ غير بعيد لم تكن الرياضة محط تقدير وانقلبت المعادلة بفضل أشخاص استثنائيين، وأعني بذلك لاعبي كرة ممتازين، وبعضهم تمكن من توقيع عقود مع أندية إنجليزية، وعندئذ، وكان ذلك قبل عقدين أو ثلاثة من الزمن، بدأ الناس يهتمون بالرياضة، ورأينا كيف نجح الأمر، فالأشخاص الشباب المحبين للرياضة، باتوا يعملون في هذا المجال وباتوا يتعلمون الرياضه في المدارس لانها دخلت في المناهج وتاسست انديه يمكنهم ان يتمرنوا فيها فيما بعد وتحسن القطاع بالتالي وفي نهايه المطاف اتى مستثمر يملك المال واستثمر في هذا المجال، اعتقد ان العمليه ستكون مشابهه، علينا ان ندرك اننا نحتاج الى فتح هذه المسارات في المدايه. وان نجذب انتباه الناس عندما احاضر في العاده اكون خارج القاره الافريقيه ادعى الى الغرب ادعى الى استراليا ولكن ليس في القاره الافريقيه وبدا ذلك يتغير وانا مسروره جدا لذلك اما بالنسبه للافلام فبالكاد تغير الوضع وفي هذا العصر الرقمي تزداد ايضا عمليات القرصنه وبالتالي وما لم يفهم الناس انه لنخلق هذا المسار يجب ان نستثمر في منتجات يمكن ان تمكن الناس من ان يكسبوا عيشهم في قطاع الافلام ما لم يتحقق ذلك الناس لن يشعروا بالحماسه للعمل في هذا المجال وهناك أشخاص يواصلون العمل في هذا القطاع ولكن حينما ينظر إليهم الآخرون ردة فعلهم تكون نوع من الشفقة على ما يكسبونه أعرف أن الوضع مختلف واستثنائي في نيجيريا ولكن هذا لا يشمل سوى قلة قليلة فأعرف الكثير من المخرجين السينمائيين من نيجيريا بالكاد يكسبون رزقهم وبالتالي علينا أكرر أن نفتح هذه المسارات وهنا بيت القصر القصيد هو الاستثمار بيت القصيد هو السياسات بيت القصيد هو المعرفة كيف نخلق سياسات يمكنها أن تخلق بيئة يمكن فيها للقطاعات الابتكارية أن تزدهر وبالتالي يجب أن تستمر المحادثات الأمر ممكن لا شك وثمة من يعمل أصلا على هذا المجال ولكن يجب القيام بالمزيد وثمة أيضا أمران إضافيان نحتاج إليهما أولا نحتاج مزيد من التدريب عندما أنظر إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي أن جنوب أفريقيا هي المكان الوحيد الذي يقصده الناس للحصول على التدريب وأعرف أنهم يقومون بإنشاء قطاع عملي المنحة ليس أكاديمي فقط وأعرف أن بوتسوانا تحاول تأسيس كلية ولكن في معظم الأمر الأشخاص يضطرون للذهاب إلى جنوب أفريقيا وعندما يأتون إلى جنوب أفريقيا هل سوف يعودون إلى ديارهم إن لم يكن فيها تدريب وإن لم يكن فيها قطاع لأنه إن لم يكن هناك قطاع لا تكون هناك حاجة إلى مدارس وكليات عرفوا أن هذا هو الأمر في زيمبابوي أما ثانيا فالزمالة مهمة والبعض يسميها التشبيك والعلاقات ولكن الأمر أبعد من ذلك تعرفون مثلا سمة مؤسسات ككلية الجراحين على سبيل المثال نحتاج إلى مؤسسات مشابهة لمن يعملون في هذا القطاع ويعرضون منتجاتهم على المجتمع حاليا لا نملك مثل هذه المؤسسات ليس هناك أماكن ومساحات نجتمع فيها مع أترابنا وليس هناك أماكن تتيح لنا أن نتواصل مع من يملك القوة والمال ومع يملك الموارد التي نحتاج إليها وبالتالي وإلى حين تسوية ذلك ستبقى العملية في مراحلها الأولية وستكون دوما وشيكة ولكن لا تحصل فعلا <applause> إن كان صناع السياسات يستمعون إلينا الآن ونحن تحدثنا عن عدة أمور وأعلم أننا نثير الأفكار ولكن هناك اتفاق على مواضيع أساسية، صناع القرار والمستثمرون سواء كانوا من أفريقيا على المستوى المحلي أو مستثمرين آخرين، إن كانوا يستمعون إلينا الآن وإن طرحوا علينا السؤال أين نبدأ؟ ما هو ما هي نقطة الانطلاق؟ الصحيحة تحدثنا عن مداخلات كثيرة من قطاعات كثيرة ولكن ماذا يمكننا أن نفعله فورا في عام 2021 ماذا هي توصيتكم للرد على هذا السؤال سأحاول الرد على هذا السؤال أنا سأقول أن رقم واحد هو أنه أن نقطة الانطلاق يمكن أن تكون من أماكن مختلفة ليس هناك نقطة واحدة للانطلاق والسبب الذي يدعوني لقول ذلك هو أنه خلال العشرين عاما الماضية رأيت مبادرات تلو المبادرات تبدأ بكل حماس ولا تصل إلى شيء لأن الناس يعتقدون أن هناك حل سريع لهذه المشكلة ولكن هذا ليس صحيحا هناك مجالات يجب أن تكون لها الأولوية يجب أن نسعى من خلالها واحدى هذه المجالات هي الوصول الى التمويل طبعا خاصه بالنسبه للسينمائيين الناشئين وكذلك بالنسبه للسينمائيين القدامى ما زالت مساله التمويل تحديا كبيرا وليس فقط في السينما ولكن في كل القطاع آه الابتكاري هذا تحدي في افريقيا سيتي تحدثت عن ذلك التدريب مشكله اخرى وتحدي اخر التوزيع تحدي ولكن القاسم المشترك في كل بين كل هذه الامور هي انها تعود الى الموارد والحصول على راس المال والتمويل. في هذا السياق هناك امل طبعا هناك عده مؤسسات افريقيه خاصه بنك التصدير والاستيراد الافريقي والذي وضع صندوقا او انشا صندوقا للصناعه الابتكاريه في افريقيا وصندوقا اخر للسينما و كلنا امل ان يستمر صناع القرار في الضغط لتنفيذ هذه المبادره والتواصل مع المختصين من هذه الصناعه وان يفهموا منهم ما هو الدور الذي يجب ان تلعبه وما هي الاولويات. ليس هذا حلا سريعا ولكن المساله لن تحل في خمس دقائق. تقرير فريمينج ذا شوت وهو أحد التقارير الأولى من نوعه وأنا شاركت في كتابته وهذا التقرير في الواقع يدلف إلى صلب المسألة بتفاصيلها فيما يتعلق بصناعة السينما الأفريقية وما هي ماهيتها وما هي التحديات التي تواجهها وما هي الحلول التي يمكن أن نواجه بها هذه التحديات وأشجع الناس على النظر في هذه الامور. الامر هناك امور كثيره تحدث ولهذا قمنا بالابحاث في هذا التقرير. قمنا ببعض الابحاث الضروريه في هذا الشان، طبعا نحتاج للمزيد ولكنها نقطه يمكن ان نبدا منها وعلى هذا اوصي كحل او في الجزء الخاص بالحلول والتوصيات ان ننظر لما هو قائم بالفعل لما حققنا لاننا اجرينا حوارات لمده سنتين مع صناع الافلام في افريقيا عن التحديات التي يواجهونها ومحاوله وضع حلول لها اذا لا يجب ان نبدا من الصفر او نعيد اختراع العجله هناك بالفعل عمل قد تم يجب ان نبني عليه ولا يجب ان نتغافل وننسى ما فعلناه بالفعل هناك موارد لنستغلها اذا هذا جزء من الامر واعتقد ان ماري واتسيتي يمكن ان يضيفوا الى ما قلت ماري الميكروفون لا يعمل اوافق تماما على الاستثمار على المدى البعيد اي في التدريب بطبيعه الحال وهذا يعني المدى البعيد ولكن نحن نعيش في عالم يسعى فيه الجميع لعائدات فوريه على الاستثمار وفي بعض الاحيان في الثقافه السائده أي أو في عصرنا يكون الأشخاص الخلاقون سابقين لعصرهم وأحيانا يحتاج الأمر سنتين ثلاث أربعة عشرة أو حتى عشرين لكي يلامسوا فعلا الجمهور وبالتالي هذه الثقافة هي جزء من الثقافة الأوسع والثقافة يجب أن تكون في صلب كل هذه السياسات الإنمائية لا يمكننا فقط أن ندرس إدارة الأعمال، لا يمكننا أن ندرس فقط إدارة الأعمال، كل أطفالنا يدرسون إدارة الأعمال، يدرسون الاقتصاد، يدرسون المالية، ولكن وعندما يقرر أحدهم أن يتعلم الفنون، عند إذن في أفريقيا ردة الفعل العامة لدى الناس هي هل أنت جهاد؟ هل تريد فعلا أن تتعلم الفنون وتصبح فنانا؟ هل فقدت عقلك؟ وذلك لان النظره السائده هي ان الفن يستهلك في العطل في الامسيات ولا يجب ان نعمل فيه بل نتركه فقط لنهايه الاسبوع والاعياد ونقوم في الحياه العاديه بعمل جاد هذه العقليه متجذره جدا هنا وبالتالي يجب ان نطور اجيال جديده خلاقه تؤمن انه من المحوري ان نتوصل لسرديات جديده عبر وسائل ووسائط جديده حاليا تغمرنا الثوره الرقميه وهذه الثوره الرقميه قد جلبت لنا مخرجين سينمائيين احدثوا ثوره حقيقيه في صناعه افلامهم ليس فقط في صناعتها بل في كيفيه ادراج هذه الافلام في فنهم ويجب ايضا ان نشاهد افلام اخرى وبالتالي في افريقيا التحدي اصعب منه في اوروبا لاننا نواجه وقتا عصيبا لكون ثقافتنا ينتقص منها احيانا وبالتالي يجب ان نفكر بالرابط بين الثوره الرقميه والسرد الشفهي للحكايات للحك... ولو بدا ذلك بعيدا واؤمن فعلا انه يمكننا ان نعمل على هذه الجبهه بعض الاشخاص يتوجهون مباشره الى منصه تيك توك ولا يلمون بالقراءه ولكن اكرر ان تيك توك لا يعني صناعه الافلام بل قلت ذلك على سبيل المثال ماري احببت كيف قمت بتلخيص جلستنا التي سوف نرفعها عما قريب حيث انك اشرت الى النقطه التي انطلقنا منها مع تيتسي اي الحاجه الى اعاده كتابه التاريخ او بالاحرى الغاء التاريخ وثم كتابه التاريخ الصحيح وتذكر ان احدهم قال ان الطريقه الوحيده لتنظيف كوب متسخ تتمثل بضخ المياه النظيفة إليه وبالتالي يجب أن نوصل نواصل عفوا ضخ هذه المياه مع أصحاب شأن مختلفين من القطاع الابتكاري الخلاق ومن القطاعات الأخرى بشكل أوسع ويجب أن نقنع الآخرين لأنه إن لم يقتنع أصحاب الشأن سواء في الميزانيات الحكومية أم في الخطط السياسية لن يكون ذلك كأولوية وإذا نشارف على نهاية الجلسة أود أن أستمع إلى ملاحظاتكم الختامية بشأن الموضوع الذي تناولناه وهو موضوع متعدد القطاعات فالحاجة تدعو إلى إعادة كتابة التاريخ وكذلك سرد السرديات والتأثير فيها وبنائها فضلا عن خلق بيئة مؤاتية للاستثمار وكما قلتم نحتاج لأن يبرز هذا القطاع كقطاع جدي يستحق العمل فيه وأود أن أستمع لأراء تيتي دايو وماري من جديد اسمعوني ملاحظاتكم الختاميه وسوف اعود الى موضوعنا كيف يمكننا حينئذ ان نخلق فعلا الهويه الثقافيه وان ناخذ بزمام الامور ونعيد بلوره العقليات والذهنيات بشان الصناعه السينمائيه وخلق السرديات لافريقيا التي نريد. يمكننا ان ناخذ زمام المبادره بالتاكد من ان المنتج النهائي الذي نخرج به قادر على المنافسه والناس حقيقه يرغبون في مشاهدته منتج قادر على مداعبه خيال المتلقي وهذا طبعا يثير اسئله حول مستوى الصناعة والمهنية ويتطلب كذلك التدريب الذي تحدث عنه دايو ويتطلب موارد كافية للخروج بمنتج لائق هناك من يعتقد أنك يمكن أن تستثمر خمسة ألاف دولار في فيلم ويصبح هذا الفيلم معجزة ولكن هذا لن يحدث حتى في نيجيريا الآن الثمن وتكلفة الفيلم الذي يثير اهتمام وانتباه الناس عالية للغاية إذا يجب أن نحافظ على مستوى التمويل والموارد كيف يمكن أن نحقق ذلك؟ دا يقال أن هناك من يتواصل ويدرس هذه المسألة بجدية ولكن كم المعرفة لدى الناس العاديين عن أسرار وتفاصيل صناعة الأفلام قليل للغاية في أحد أفلامي أتى أحد أقاربي وقال هذا هذا عمل ممتاز لم أكن أدرك أن صناعة هذا الفيلم تتطلب كل هذا الجهد هذه هي الصناعة وهذا هذه هي تفاصيلها المهمة كم من الناس أو كم من أصحاب المناصب المؤثرة يعلمون ذلك يجب أن نتحدث لمن لم يدع اليوم وأقول ذلك يجب أن نتحدث معهم بكل جرعة لأننا عندنا أفكار مهمة ونعلم كيف يمكن أن ننتج أشياء ومنتجات يرغب الناس في مشاهدتها ونشجعهم على ضخ الأموال في هذه الصناعة. ولكن يجب أن نقول بكل صراحة هناك من لا يرغب في رؤية صناعة السينما في أفريقيا مزدهرة لأنها يمكن أن تغير القارة. إذا هناك أطراف كثيرة تعارض ذلك وتحارب ذلك. وتصر على وجهه نظرها هؤلاء اذا الذين هم في مراكز القوه يجب ان يبداوا في الحديث والاستماع الينا هذا هو شرط ان اردنا بالفعل ان نؤدي الى الثوره ثوره الثوره الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وثوره الشخصيه التي نريد هذا oh, أحسنت يا تيتسي، ما قلته بليغ جدا. أضم صوتي إلى كل ما قالته تيتسي، وما أود أن أضيفه يتعلق بمن ليسوا حاضرين، وبرأيي من ليسوا حاضرين يمثلون الأصوات المهمة فحتى فنانة ومبدعة كتشيتسي في العمل الأدبي وفي العمل السينمائي حتى أمثالها من من المبدعين لا ينالون الاهتمام الذي يستحقونه وقد اثبته عملهم على مر العقود فهم لا ينالون اهتمام صناع القرار واود ان اتحدث ايضا عن من ليس حاضرا فالمخرجين السينمائيين والمبدعين والتواقين للابداع لا يمكنهم الوصول الى الغرب اسوه بنا نحن المشاركين في هذه الجلسه مثلا افريقيا الارياف ونراها في عمل تيتسي حيث سلطت الضوء على هذا الجانب اكثر من مره فمعظم الافلام التي نعملها تتمحور حول قصص وافكار من افريقيا المدن وافريقيا الحضاريه مهمه جدا ولكن علينا ايضا ان نتحدث عن اولئك الذين لا يعطون صوتا حتى في جلسه من قبيل هذه الجلسه ولا اعرف ما هو الحل ولكن اعرف ان هناك حل سهل ويجب ان نعمل على موضوع الشمول ناحيه التوازن بين الجنسين والتوازن بين الاثنيات وايضا لمخاطبه الاعمار والاجيال على الاتجاهين ولمخاطبه الفجوه بين المدن والارياف. لفتني فيلم لمخرج مصري شاب. يحضرني الآن الفيلم اسمه يوم الدين وقد عرض في مهرجان كان في عن الفئة الأساسية وأيضا رشحته مصر عن فئة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الأوسكار وأبرز ما لفتني في هذا الفيلم هو أنه يجري في منطقة ريفية في مصر مع شخصيات مصرية ريفية وعندما شاهدت هذا الفيلم ذهلت لان هذا الجانب قلما نراه وذلك اذ نسعى لتحسين الظروف ولنكون واعينا للامتيازات القائمه ولنوصل الاصوات التي يجب ان يتم الاستماع اليها ونعليها شكرا شكرا جزيلا يا دايو هذا ما قلته فثمة وجهان لأفريقيا ويجب أن أتذكر ذلك ماري كلماتك الختامية تفضلي ولكن شغلي الميكروفون طبعا أتفق تماما مع كل هذا وأنا كذلك أعتقد أننا يجب أن نركز أكثر على الانتماء الافريقي في السينما بمعنى اننا يجب ان نسمح لافلامنا ان تسافر فيما بين البلدان الافريقيه وأن لان لان المشاكل هي نفسها هذا هذا التفرقه هذه التفرقه بين افريقيا الحضريه وافريقيا الريفيه في كل مكان ونحن كصناع افلام نتمتع بميزه التواصل مع الفئتين الحضر والريف. أنا قررت بصفتي من السينمائيين أود أن أحكي حكايات من وجهة النظر الإفريقية. كما يقول المثل إن لم نستمع أبدا إلى نسخة الأسد من الرواية فإن التاريخ سيستمر في تمجيد الصياد. إذا لدينا حكايات في منتهى الجمال وهناك يمكن أن تعلمنا دروسا كثيرة إن سمحنا للفريسة أن تبدأ في رواية التاريخ ولكن طبعا الوصول إلى الغرب للتوزيع الواسع لأعمالنا هذا أمر في منتهى الصعوبة على سبيل المثال سأقوم بتوزيع الفيلم الذي صنعه ديودو هامدي واسمه Downstream to Kinshasa، والذي ذهب إلى كان في العام الماضي وكان الفيلم الإفريقي الوحيد في دورة العام الماضي، وس يعرض في السينما في فرنسا هذا الفيلم، ولكن أسأل دائما أنت من مدغشقر، ماذا تفعلين مع هذا الفيلم؟ وهذه هي المشكلة. المسالة لا تتعلق ببلد بعينها ولكني اود ان تنتشر الافلام الافريقية من زيمبابوي ومن مدغشقر ومن السنغال في كل مكان واعتقد ان صناعة السينما يمكن ان تعطينا هذه الفرصة. السينما تاتي بالعالم كله الينا حيث نكون، اذا نحن امامنا فرصة عظيمة واعتقد اننا نتمتع بالمهارة والموهبة ولكن ما ينقصنا هو الوصول لا الموهبة، نحتاج فقط للوصول. شكرا شكرا لك يا ماري خير خلاصة لهذه الجلسة فكما تعرفون أن سلسلة الحوارات لأفريقيا ترتقي بجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لكل عام عبر المواضيع التي يختارها و... الاتحاد الافريقي يرمي لتعزيز حس الهويه الثقافيه الاساسيه وتنوع المصير المشترك لدى الافارقه وتحقيق الهويه الافريقيه والوعي بالوحدويه الافريقيه والتجديد على خطه 2030 للبناء معا نحو مستقبل افضل لا يترك فيه احد خلف الركب وكنت افكر في منطقه التجاره الحره في القاره الافريقيه وما يعنيه اطلاقها وكيف يمكن ان يؤثر ذلك على نمو قطاع الاقتصاد الابتكاري في افريقيا ومكانته والاولويه المخصصه له عندما نتمكن من ان نتشاطر لا الثقافه فحسب بل من ان ننظر اليها معا كفرصه من اجل النمو الاقتصادي المستدام اود ختاما ان اشكركم جميعا شعرت بالارتياح بعد هذه الجلسة نعم أرى التحديات ولكن أشعر بالارتياح لأنكم ستواصلون هذه المعركة بغض النظر عن مجريات الأمور وكما قالت تسيتسي دعونا نستفيد من وجود هذا المحفل دعونا ننظر في التقارير انظروا الى التقارير التي تمت الاشاره اليها من اعمال ماري ودايو وتسي ونعرف ان المخرجين السينمائيين موجودون وبالتالي دعونا نستفيد من هذه الموارد ونجتمع الى لنبني افريقيا التي نريد هذا امر يشجعني جدا و مع الإشارة إلى التحديات التي نعرفها وأتمنى لكم موفور النجاح سوف أبقى أتابع أعمالكم وأشكركم على المشاركة في فعالية اليوم وأشكر أيضا الضيوف الكرام الذين شاركوا معنا من الحضور دعونا نواصل هذا النقاش على تويتر وندعوكم للتسجيل في سلسلة حوارات أفريقية مع ثلاث أيام من الفعاليات من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من أيار مايو ويمكنكم التسجيل على un.org osaa جزيل الشكر لكم جميعا حضورا ومشاركين سررت بهذه الساعة معكم إلى اللقاء